إعادة التدوير أحد التحديات التي تعمل السعودية على حلها بهدف استبعاد ما يقارب من 82% من جميع النفايات المنتجة عن المرادم بحلول العام 2035. ونجد بين الحين والآخر مبادرات من الشركات العاملة في السعودية لإعادة التدوير، ومنها إعادة تدوير العبوات الكرتونية. كل طن لو لم يكن يتم تدويره كان حيروح للردم لاندفيل، فكان هيأثر على البيئة وهياخد مساحة من الأرض اللي احنا بنردم فيها. فالاستدامة أو الريسايكل الويست ده بيساعد في هذا المجال. فأنت تخيل 230 ألف طن في السنة لو لم يكن يتم تدويرهم، كان إيه الموقف هيكون في الاستدامة؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، المناخ مهيئ جدا لزيادة الاستثمار في المجال دوت. المجال ده ممكن يحقق كمان هامش جيد، فبحيث يكون وين وين بالنسبة للمساهمة في البيئة وكمان لربحية. وتسعى المملكة إلى تدوير 42% من النفايات في عام 2035، وهو ما يتطلب مزيدا من الاستثمارات في قطاع التدوير، وأهمية ذلك تنعكس بشكل إيجابي على البيئة وكذلك على استدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف على الاقتصاد. طبعا الورقيات الآن هي من أكثر الأشياء اللي يعاد تدويرها وتكون صديقة للبيئة إذا كانت مأخوذة من مصادر صديقة بالبيئة. يعني عندنا الآن زي مثلا على سبيل المثال اللي هو الـ FSC Forest Stewardship Council، أو يسمونها اللي هو المجلس الأعلى لإدارة الغابات. المجلس الأعلى لإدارة الغابات يضمن لك أنك أنت هذه الأوراق اللي قاعد تأخذها أو الماتيريال اللي قاعد تأخذها عشان تسوي منها أوراق، ماتيريال مأخوذة من شجر مدار بعناية، بحيث أنه لا ينقطع الشجر ولا يقل نسبة الشجر في العالم. فكل شجرة تقطع يتأكدوا أن استخدامها بيكون كامل 100%، ويكون مقابلها عدد من الأشجار تزرع حتى تبقى هذه العملية مستدامة. وفي الصناعة نفسها نجد أن صناعة الورق من أحد أقل الصناعات التي تنتج ثاني أكسيد الكربون، بالتالي أكثر يعني صديقة للبيئة أكثر. وكان صندوق الاستثمارات العام السعودي قد ضخ مزيدا من الاستثمارات في موضوع تدوير النفايات ليكون الذراع الحكومية المحفزة للقطاع الخاص في مجال إعادة التدوير بالمملكة. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.